رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة باب الجمع بين السمن واللحم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ثقات الأغراس وله الجمع. قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأصحابي قال أبو حاتم الرازي شيخ نعم قال نميل لا بأس به. قال حدثنا يونس بن أبي دعفون العبد الكوفي قال أبو حاتم الرازي صدوق قال أبو زرعة صدوق قال نسائي ضعيف نعم العجل قال لا بأس به. في ضعف. قال حدثنا يونس بن أبي دعفون الكوفي الكبير قال ابن عين ثقة وقال حاتم لا شيء بأس فهو من الثقات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من العابدين الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صحابي بن صحابي قال دخل علي عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثني بأخرى ثم قال إني لا أجد طعم دسم ما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه فوجدته غاليا فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما. فقال عمر ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل إحداهما وتصدق بالأخرى أو بالآخر. قال عبد الله خذ يا أمير المؤمنين فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك ما كنت. قال ما كنت لأفعل. هنا أمير المؤمنين فيها أيضا من المسائل دعوة الفضلاء على الطعام. دعوة ولاء وفضلاء على الطعام. دخل علي عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر. وهذه فيها دلالة معرفة فضل أهل الفضل كما دخل علي بن أبي طالب فأوسع له أبو بكر وقال ها هنا أبا الحسن. فأكل اللحم والسمن ثم بين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائدة والنبي ما أكل على خوان على صفرة يعني. لذلك عمر قال نحن يعني اجتمع معنا السمن واللحم لا نجمعهما نتصدق واحدة ونأكل الأخرى نتصدق واحدة ونأكل الأخرى. وهذا منهم زهد في هذه الدنيا والاكتفاء بمأكل واحد وهذا أيضا فيها دلالة على فضل الجيل الفريد لأنهم كانوا يزهدون ويتزهدون في هذه الدنيا. والجمع بين السمن واللحم كما قلنا ليس بمحرم وهو جائز لكن كان الصحابة الكرام يتعبدون لله جل وعلا بالزهد في الدنيا فما كانوا يجمعون بينهما يتصدقون بواحدة وتركون واحدة. نعم الفوائد المستنبطة معرفة الفضل لأهل الفضل حسن الأدب التسمية عند الطعام من حسن الأدب التسمية عند الطعام حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة حسن التأسي برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله. الذي يفعل ذلك رجل مغبون خسر الدنيا والآخرة ومن توكل على الله من أجل الدنيا أخذها لكن لن يجد فيها بركة وضاع عليه الأجر وقد يقع في الشرك قد يقع لكن هو أصل من يده.
بيض الله وجهك وأحسن الله إليك. أحسن الله إليكم وبارك. اللهم أمين، جزاكم الله كل خير على هذا الدعاء. أمين أمين، جزاكم الله خيرا وفيق. أحسن الله إليك وعلى أهل الجزاء جميعا، جزاكم الله خيرا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.